العام دابا الجديد سي نورمال فو توجور خص واحد يجدد شويه باش حتى لي كليون يشوفوا شي حاجه جديده ويزعموا كثر، وخصك تحاول تشجع الناس كثر مع هاد الازمه اللي كاينه ومع هاد جائحه كورونا اللي دخلت بمشاكلها ما شاء الله. كيف خصك تحاول ما امكن تلفت الانتباه ديال 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 الزبائن، زياده على ان كاينه منافسه كبيره 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 للصور في السوق، لا بالنسبه لهذا الشيء ديال لي ريزو سوسيو انستغرام كلشي كيتصارح شنو عنده. دونك خصك تحاول تحفز الزبون وتدير شي منتوج جديد وفعلا وتكون حتى لا كاليتي ديالو تكون مزيانه وبثمن بطبيعه الحال كاليتي بري ثمن مناسب باش تشجع الزبائن يجيو لعندك بطبيعه الحال تقدم عندك. وبالنسبه لهاد السنه كيف السنوات الاخرى يعني بالنسبه لانا لو كارتي اللي فيه طبعا ما كاينش ديك الاقبال ديال المبيعات كتكون بالضبط نهار 31 في الشهر، يعني دابا كاينه ولكن بشكل خفيف، مي الحمد لله ضروري كتكون يوم 31 في الشهر ضروري الناس كيجيو يتقداو كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو، كاين اللي كياخذ حلوه صغيره، كاين اللي كياخذ شي حاجه رخيصه، كاين وحنا شنو كنحاولوا نديروا كيف كل سنه كنحاول ندير جميع الطبقات، يعني حلويات اللي تكون بثمن مناسب، حلويات اللي تكون بثمن متوسط، حلويات اللي تكون بالنسبه للطبقه الميسوره. فوالا وبالنسبه مع الاسف ما كاينش اقبال كالسنوات اللي فاتت، يعني ملي بدات كورونا والمشكل مطروح يعني، وبالعكس انا كنلاحظ بان هذا العام اكثر من العام اللي فات، الناس يمكن يلاه وصلتها الازمه وكيف كاع القطاعات كلهم، حتى حنا واخا حنا حاليا من بدايه الجائحه ولكن تاثرنا كيف تاثر جميع القطاعات بهذا الازمه، والناس طبيعه الحال كتلاحظي بان كاين العرض راه كاين كيف كتشوف باستمرار، وحنا مضطرين دائما تحط السلعه ودائما تجيب جديد، ولكن مع الاسف الطلب قليل وهذه مساله مفروغ منها وعاديه، على الاقل كنتمناو غير ذاك النهار مثلا نهار 31 في الشهر ولا بين تكون شي مناسبه تكون بعدا على الاقل يكون الاقبال اكثر، ما بالنسبه للعرض صار هذا الاقبال قليل بزاف كاع، ومساله هذه يعني هذه احنا منتظرينها وكيبقى دو توت لي فاسون حنا كيف كنقولوا الامل في ربي كبير، يعني ضروري الانسان كيترجى كيدير يتوكل على الله وربي كبير. اسكو جي بروبوزي هذا العام سي ان غاتو ان بو سبيسيال، هو جونغ غاتو امريكان ولكن بطريقه اخرى، غاتو امريكان ولكن في ان ميلونج بحال ستيل ديال تشيز كيك ولكن غاتو امريكان صافي دير لو غول داخل كاين فروماج صافي دير سالي سوكري اي لا ديكوراسيون حتى لو ديزاين ديالو ان بو سبيسيال، اي سكي انتريسون اوسي سو كو سي با دو تو شير، سي ان غاتو لي ما غاليش وفي متناول الجميع وفي نفس الوقت شي حاجه جديده une création جديده ان تروك جديد او فريمون ترو ترو بون اي سي سا سكي اكسترا، يعني انا حاولت ندير شي حاجه اللي نراعي فيها الظروف يعني ظروف الناس بالنسبه اللي متازمين وداكشي باش كلشي يشري وحتى في نفس الوقت يشريو شي حاجه جديده ولذيذه. صراحة انا الاسمله ديالي مزيانه والله، عندي انا اغلى حلوه كدير 180 درهم وارخص حلوه كدير 110 120 درهم، وفي بعض الحالات كنقدر ندير شي حلوه مثلا غير صغيره باغ بو لي بوش بعت دي بوش اللي كيديروا 80 70 درهم باش كلشي باش هكا كلشي يتقدى.